خلاص يلا العب. انتوا عندكم انا عايز نظام التهويش اللي هو اوعى يا كده. ها تعمل ايه التهويش؟ اوعى يا كده، اوعى يا. ايوه انت، انا مبسوط منكم قوي. انتوا اقعدوا تبصوا ببعض طول الوقت، ماشي؟ يلا بصوا ببعض. وانت بالنسبه للكنيفه اللي واقفه قدامي دي، عايزك تجي كده في وشه كده وكانك بترجع، تروح تهفف وكده، ماشي؟ وانتوا خشوا لوشوا ببعض بردك، وانتوا ضربوا ببعض. بس يلا شغال يا عم الحاج. ايوه اضرب بعض بجد. ايوه حلوه قوي، عجباني التفه اللي هناك دي، التفه دي عجباني، والقلم والربه دي. بس خلاص خلاص ارجع ثابت مكانك. دلوقتي المرحله الثانيه اللي هي قله الادب، هنتعلم ازاي نشتم بقى. يلا قول ورايا. ايه 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 ايدك يا ايدك يا اغزك يا اغزك يا انخلص اسمك فيها جسمي، انخلص اسمك فيها جسمي كده يا كده. اصحى للنون، اصحى للنون. طلع لسانك كده. عايز رحمة يا ابوك يا الفارس. هذا هو هريسة، ماذا تريد ان تفعل بي؟ هريسة حبيبي، هريسة حبيبي. اسأله في اي اوضه، اسأله في اي اوضه لحد ما خلص امرك ايها الفارس. حبيبي يا عم هريسة، هجي لك انا. يلا يا باشا نياط. يلا على ابوكو، على ابوكو. هديك بقى حمدان، هديك بقى حمدان. اخليك تروح كربان، خليك تروح كربان. وهوب فوق، وهوب فوق. لو ليك الشوق، لو ليك الشوق. وهوب يا فارس. نعم لقد وضعته كما امرتني. ايه اللي وضعته؟ انت بتولد ولا ايه؟ هريسه. هريسه. اذا اقف انت هنا ايها الكلب الجسور، وقف هنا دربهم. اين تذهب يا الفارس؟ انا ذاهب الى الكنيف. كنيف؟ ايوه الكنيف. هو وقف هنا. يلا همكك. يلا قول. ايه يا مولاي، حدث شيء خطير يا مولاي. ماذا وراءك يا عصفور؟ ان هذا اللمبي يفعل اشياء غريبه يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الامير. أنت تبالغ في الأمور يا عصفور. يا مولاي، إن هذا اللمبي استحدث أساليبا جديدة في القتال يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. هذا أمر بديهي أيها العصفور. مولاي، إنه يستخدم تقنيات جديدة في القتال، مثل الصفعة، الضرب في البطن بالركبة، البصق. نوه أيضا يا مولاي على استخدام تقنية جديدة وهي شتيمة، مثل اوعى يا اوعى غرة جسمك، اوعى لغزك. كفى، لا تقل هذا عن اللمبي. اللمبي صديقي. هاو هاو مولاتي. أكمل. كما أيضا يا مولاي اهتم بأمر هريسة. هريسة، هريسة. إنها فرصتنا إذن. لماذا يريد هذا اللمبي معرفة رجلا عجوزا مثل هريسة؟ إلا أنه يريد أن يعرف سر الكنز الذي نبحث عنه منذ سنين. هل حقا سمعته يتحدث عن الكنز المفقود؟ بحق زيوس أجل يا مولاتي، وإن كنت أدعي ذلك فلتحل علي لعنة جوبيتر. أين؟ وجدتها. عصفور، اذهب إلى غرفة هريسة التي نعرفها وانقله إلى غرفة أخرى لا نعرفها، ولا تجعل أحدا أن يعرف أننا ناقلناه في غرفة لا نعرفها، لأن هذا سر. أمر مولاي الذي يميل إلى الملاعبة والدهاء،
دون القتال. أنا عظيم. اذهب اذهب اذهب. أنا رائع. أنا لم أحدث في التاريخ. أنا أحبني. لابد أن أكافئني فرودو. نعم يا أمير. اذهب إلى غرفتي وأحضر لي. هذا الكنز سيكون عونا لنا في هذه الحرب. أخشى أن يكون ذلك الكنز ضربا من الخيال ونظل هكذا نبحث عنه دون أن نصل إليه. حسن، اذهبي إلى هذا الليمبي واسحبيه إلى غرفتك واعرفي منه ما لا نعرفه عن الكنز. ماذا؟ ألم أكن قرة عينك؟ لابد أن الكنز أغلى وأثمن مني بكثير. ولك، أنت مولاتي، خطيبتي، حبيبتي، أميرتي. كيف تجرؤ وأنت مولاي وسيدي أتطلب مني أن أرتمي في أحضان رجل آخر وأبداه؟ وأنت ألا تغار علي؟ دائماً هذا السؤال اللعين. إن حرب طروادة الدروس أنهكت الأخضر واليابس. أتعرفين السبب؟ إنه الحب والغرام. كلا، بل الغيرة. آهن آهن يا حمرة الخجل، إنها لعنة أفروديت. هي! لا تذكري أفروديت أمامي، فهي التي دفعت بأمي إلى أحضان ريتشارد الثالث. آهن يا أمي. لا تبكي هكذا يا مولاي، فأنت خطيبي وحبيبي. شاهنشاه، تذكري الجاه، الملك، الكنز، العرش. شاهنشاه يا بنت الملوك والسلاطين والنبلاء والأمراء. يا لمجاملة الرياء، ألا تخشى أن تنزل عليك اللعنات؟ دعك من هذا الهراء، اذهبي إلى هذا الليمبي واحضريه إلى غرفتك وتذكري دائما يا حبيبتي، الحرب خدعة. آيفينوس، امنحيني الإثارة والجمال. سمعني بقولك هذا أفعل النبي. هو هاريس فين؟ لقد تم نقله إلى مكان آخر يا سيدي. مكان آخر؟ طب واتنقل المكان ده فين؟ المكان ده لا أعلم سير لمبي. طب شكرا أوي سير لمبي. مولاتي الأميرة تريدك أن تذهب إلى غرفتها الآن. وماذا تريد مني في الغرفة؟ ما عايزة يعني؟ ما إلى الرسول إلا البلاغ. أنا لا اوعى اوعى على الرئيس يا ولدي. شكرا كده. دستور سيدتي ما اعرفش انك في ساعة الكليولة. تعال الي يا سير لومبي، فانت الان في حضرة جميلة الجميلات. لا يا ملواتي. تعجبني شهامتك. انتظر، أنا آتية إليك. هكذا رجال السيدة. سير لومبي، لقد خطفت قلبي بمروءتك.
حين رفضت قتل المسارعين في الحلبة. نعم نعم مذواتي، إنها الملوحة في الرجال، المروءة عندنا. والآن ترفض امرأة حسناء تطلبك للفراش. الله يسلمك، أنت مش من ولاد الأميرة خالص، ده أنت أميرة حب. أنا إني أعرف مكان الكنز وأريد أن أساعدك، ولي شرف الهروب مع بطل مغوار غيور على المرأة، وأترك هذا الخطيب عديم النخوة. الأمير، الأمير إيه هذا؟ إيه خطيبك؟ نعم إنه كلب، نعم إنه كلب، لأنه ليس غيور ولا بيغير على نسوان بيته. أنت مرة لازم يتغير عليك، بس هو اعتمد إيه بقى؟ واضح إنه هو رجل ديوز. ديوز؟ نعم. ما معنى ديوز؟ معنى ديوز يعني قضاء يومين في حمام السباحة بدون وجبة. من أجل هذا سأضع يدي في يدك. أيوة. لقد خبأت عريسة في مكان آمن ماكر حتى يتسنى لنا العثور عليه ونعرف مكان الكنز. أحقا يا مولاتي؟ أرجوك أرجوك أن ترفع الألقاب. أيوة. ناديني بشاه اسكندر. أنا ديك بهشام اسكندر؟ هشام اسكندر ده مين ده؟ شاه اسكندر، كأني لعبت عليك الخطة التي دبرها معي الأمير. فإذا صادفنا أحد فنحن نكمل خطتنا. تعال معي يا سير لومبي. إيه المرة المجنونة دي؟ كده واحد رامي كده موت ده عجيب كده، ده حرامي اللي جاي يزرع البطن ده ولا يا حرامي؟ قطتها يعني أزرعت البطن دلوقتي؟ انت حرامي؟ انت حرامي ولا ايه؟ كده توريني البطن، انت مين يا واد؟ انا سليمان الطباخ. ايوه عايز ايه يا سليمان؟ قطتها يعني أزرعت البطن دلوقتي؟ هما كام بطايا؟ اتنين. يا كذاب، ما هم تلاتة هم. تلاتة دي اتنين، تلاتة فين؟ اللي في النص دي ايه؟ اللي في النص يا قطة هاني معانا سليمان الطباخ. هو انت اللي في النص بين البطايتين؟ ايوه. والنبي يا ابني معرفتك بوسهم، ده انتوا التلاتة يا خالي يا دلوقتي. طب بص، انت هتاخد الوقت ده زغطه بس حميه وفهميه الاول وحط له ريحة. يلا امشي. ماشي. يلا. حاضر يا ست طباخ. يلا يا جريدة. حاضر. ممكن في حد واقف هنا يا نبي؟ ده الشيف يا قطة. شيف مين؟ الشيف. ايوه عرفنا جريدة. شد عزمك وجري. خلاص مش قادر، يا ضهري وجعني قطعت يا بنتي. ما هو ده اللي هيخلي وقفتك في المطبخ وتربية العيال تبقي ستي واقفة زي الأصل. بصي انزلي واعملي كده اهو. كده مع أحمد. ايوه. ما عملتش إلا يا كان إيه لازمته يا أختي؟ ما حنبكها قوي، ما كنا جبنا عيش جاهز وخلاص. يا ولية انت بتطلعي فجأة لما نساك ان انت موجودة، بتطلعي فجأة كده ازاي؟ كنت انت اللي بصي، انت اللي بوصيها بوشك المعجن ده، انت اللي بوصيها. كنت عايزة اعمل لها ايه؟ كنت علمتيني زي تيتا قطاطا كده بتعلمني. بسم الله عليك والعظيم، تيتا قطاطا الحلوة الجميلة الزكارة. يخدي 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 يخدي. تتك منين؟ انت تعرفيها منين؟ انت كده هتبرقها علينا وتدخليها في وسطنا، دي مسجونه نصابه. براحتك اهري كده من اللي هنا سياده الكاس. تتا تا تا تتا تا تا جاك تتا في نبوخك تخش في حلقك تبرقع لك ودانك. تتا يا بنت، وانت هتعمل لي نفسك صغيره؟ ده انت عدي 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 ستة 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 ام امي. من ايام الفراعنه انا زيك ولا ايه؟ وبعدين عايزين اقول لك ايه يا بنيه انت؟ ما تقولي ايه؟ قولي يا بنت، لو عندك حاجه تقوليها يا حسين ووريني هتعملي ايه؟ يا مسجون. بصي بتسر امك وامك ازاي؟ بس يا عواطف عيب. ايه اللي دخل النصابه دي هنا؟ ماشي، وحياه امك. بصي اقول لك على حاجه، انت عايز تعالى.